فإذا نحن عدنا راح يكون يتحول البرايمري سيفلس للسكندري سيفلس. طبعا هذا السكندري سيفلس راح يبدي بعد أسبوعين إلى 8 أسابيع من البرايمري سيفلس. شو راح يكون هنا نبي؟ راح يكون سكين إيربشنز، يعني هنا مثل احمرار أو حتى موجودة بالجلد. راح يكون ريد راشز، يعني هنا راح يكون الراش اللي يكون احمر يكون، ويكون وياه بابيوز، يعني مثل يسموها هذا. طبعا هذه راح يكون هي multiplication and dissemination in blood. هنا من راح تبدي بالجلد راح تبدي تنتشر، وين راح تروح؟ لكل أنحاء الجسم، وراح تكون تنقل إلى البلد. من نقلت للبلد معناها راح يكون كل الجسم هو راح يكون مصاب. وإذا ايش راح يكون عندنا؟ هو هذا الشخص هو highly infectious، يعني هذا هنا راح ينقل الإصابة أو يكون معدي بصورة كبيرة جدا. other symptoms اللي هنا symptoms اللي موجودة هو الفيفر، الماليز، والجنرال لمف ادينوباثي. وهذه هنا الحالة ممكن تنتهي من 10 أيام إلى سنة. هنا راح تبدي حالة ممكن بأنه إذا زاد وراح يدخل إلى مرحلة أخرى يسموها التيرشيري سيفلس، يعني هنا الدور الثالث بالنسبة للسيفلس، وهو يكون يا إما early or late latent stage. يعني معناها هنا هي الإصابة اللي يشرحها تكون كامنة. زين الايرلي latent stage هذه this is inactive stage، يعني هنا نشرح يكون معناها بأنه هذا الشخص هو كامن، وهنا تكون يسموها inactive غير فعالة. طبعا هذه تكون بعد السكندري ستيج. البيشنت يكون هو نون انفكشيوس، لكن هنا ممكن ينقل الإصابة إذا كانت يعني مثلا امرأة راح تحوله إلى الفيتس. زين اوف ان انفكتد هنا راح تكون نقل الإصابة من الأم إلى الفيتس. هذه الايرلي. Late latent infection راح تكون الـ onset is approximately 3 years after secondary stage. طبعا هنا هذه الإصابة راح تكون تنقل، هو صح الشخص بأنه apparently هو راح يكون مثلا غير مصاب، لكن هو راح تدخل هنا تدخل إلى أجزاء أخرى بالجسم. فايش راح تكون؟ مثلا راح يكون inflammation او inflammatory lesion في any organ، يعني هنا بكل انحاء الجسم حتى توصل للدماغ. زين فاذا راح تكون مثلا هي ال CNS ال cardiovascular system تكون mostly involved. طبعا هذه هنا من دا تدخل هذه لكل اعضاء الجسم، طبعا هنا راح تكون هي inflammatory response للعضو. فاذا هنا كل الخلايا ممكن تجي الى مكان الالتهاب وتحاول بانه تحوط هذا الجسم، فشنو راح تكون؟ مثل يسموها جرانيولوما، يعني تجمعات من الجرانيولاسايت، ومثل هنا راح تكون هي زيادة بعدد الخلايا في هذا السكن، ومثل اللي يكون في كل هذه مثل النوديولز، وتكون هذه موجودة الجرانيولوما موجودة بالسكن، موجودة بالبون، بالليفر، بالآي. فإذا كلها هذه راح يكون عندنا ديس فانكشن بالنسبة لهذه الأعضاء. فالبيشنت is non-infectious except to fetus of an infected mother. يعني هنا هذا الشخص هو غير معدي، لكن الإصابة وين دا تصير؟ دا تصير بكل أنحاء جسمه، وهنا راح يكون بيها dysfunction والإمبايرمنت لكل هذه الأجزاء مات الجسم. يمكن أعتقد أني مرة قارية
يمكن أحد الملوك اللي هو في فرنسا، يمكن لويس السادس عشر أو في الشيء، الدماغ مالته أو من لقوا بأنه كله هو سبونجي، يعني كله هو عبارة عن هذه الانفكشن، وعزوها بأنه هو كان مصاب بالسفلس. على العموم، فإذا نحن نلاحظ بأنه ذكرنا بأنه عندنا البرايمري وعندنا السكندري وعندنا هي الترشري. البرايمري هو راح يكون هايلي انفكشيوس، زين. وبالنسبة للتيرشري هو نون انفكشيوس، لكن هنا يكون مميت بالنسبة للشخص المصاب، وهنا ممكن هنا تستمر إلى كل أعضاء الجسم، لكن يكون ناقل للإصابة فقط في حالة بأنه المذر تكون مصابة فتنقلها إلى الجنين. هذه الثانية. والأولى اللي هو البرايمري راح تكون هي فترة قليلة، وتكون هي إصابة جلدية، وراح تكون هي spontaneously disappeared، لكن تنقل تبقى إذا ما تعالج، وراح يتحول إلى السكندري. الكونجنتال سيفلس يعني هنا اللي ينقل infected mother trans placentally transmit the disease to the fetus، يعني هنا من المشيمة راح تنقلها إلى الجنين. Congenital syphilis may result in stillbirth in about 40% of cases and abortion is also frequent. Okay. يعني ممكن تؤدي إلى الإجهاض. الأونست ساينز appear about 1 year after birth. يعني هنا ممكن هذا الجنين يولد، ولكن هنا تبدي هذه الأعراض على السفلس بعد تقريبا ممكن سنة من الإصابة. فش راح يكون بيه؟ راح يكون سكين راش، وراح يكون عنده جوندس والبينفول لمبس والأنيميا، ويكون مثلا هذا الشكل المميز اللي هو يسموه صدل نوز. هذه بالنسبة للأمراض اللي تكون هي sexual transmitted syphilis، يعني هنا نتيجة العفو الانتقال بالأمراض اللي تكون هي الجنسية. عندنا syphilis مو شرط بأنه هذا الشخص هو نقل عن طريق sexual transmitted، عندنا يسموها السفلس اللي هو نون فينيريال، يعني هنا هو مصاب بالسفلس لكن مو طريقة الإصابة هي بالسكشوال. هذه تكون this is usually acquired as occupational hazard. يعني شنو معناها occupational hazard؟ يعني خطر الوظيفة عن طريق العمل. فإذا هنا راح تكون الأشخاص اللي هم in contact with patient، يعني اللي يكونون هم ويا الأشخاص المصابين، من هم أكثر يكون عرضة لهذه الإصابة؟ هم الدكتورز، هم النيرسز واللابراتوري وركرز. ليش؟ لأنه في بعض الأحيان مثلا يتعاملون ويا هذا الشخص المريض، ويتعاملون خاصة مثلا اللابراتوري وركرز أيضا يتعاملون بالسامبلز اللي دا ياخذوها من عنده، وبعض الأحيان لا، تكون طريقة الإصابة عن طريق البلاد ترانسفيوجن، نقل الدم، وهذا الشخص هو مصاب فإذا راح تنقل إلى الإصابة. فإذا هنا the organism gain entry into the body through a braided سكن، يعني معناها بأنه عن طريق الجلد أو طريقة مثلا الجلد اللي يكون ممكن بأنه مخدوش، فإذا ايش راح يكون؟ راح تنقل الإصابة لهذول الأشخاص. فإذا هذا هنا هو مصاب بالسفلس لكن طريقة الإصابة هي non venereal، يعني non sexual transmitted syphilis. فإذا كم واحد من الأنواع الإصابة بالسفلس؟ احنا قلنا اللي هو
فينيريال اللي هو البرايمري، والنوع الثاني قلنا هو السكندري والتيرشري. طبعا هذا هو فينيريال. وطبعا الكونجنيتال عندنا اللي تنقل من الأم إلى الجنين، وعندنا النون فينيريال ممكن أيضا تصير عندنا برايمري وسكندري وتيرشري، لكن يكون هو مو سكشوال ترانسميتد ديزيز. أوكي، فإذا هذه كلها هي التريبونيما باليدا اللي هن قلنا تسبب السفلس، لكن عندنا تريبونيما باليدا في بعض الأحيان اللي هو سب سبيشيز غير الباليدا اللي هو بيرتينو مثلا السبب، ذكرنا مرض الياوز. وشنو هو مرض الياوز؟ هو epidemic disease of tropical countries، بالمناطق أو الأقطار اللي هم يكونوا استوائية، which is pathologically similar to syphilis but differ in its contagious and non-venereal nature. يعني هنا هو مشابه للسفلس لكن هو أقل انتشار أو أقل حدة بالمرض، وأيضا شنو هو ما ينقل عن طريق الـ sexual transmitted pathway. فإذا هي هنا راح تكون هو مرض جلدي، ويسموه هنا يكون produces ulcerating papules on the skin. عندنا النوع الآخر اللي هو tribonemal infection، هو عندنا تريبونيما كتارم، هذا يسبب مرض اللي هو يسموه البانتا. طبعا هذا موجود ما موجود عندنا، لكن يكون بالساوث امريكا، وعندنا في مكسيكو والفلبين. طبعا هو نفسه ما تينا هو انديميك ديزيز بهذه الاماكن، لكن هو هنا ايضا هو مرض جلدي. فإذا هنا راح نعرف بأنه هذه الأمراض اللي تسببها التريبونيما باليدا. اللابراتوري دايجنوسيس هنا مهم طلاب. لابراتوري دايجنوسيس راح ناخذ السبيسيمن، منين السبيسيمن؟ بنلاحظ الليجن وين موجوده؟ موجوده بالجلد. زين، فإذا أنا وين راح آخذ؟ راح آخذ سيريوس فلويد فروم ليجن، يعني هنا أنا السائل المصلي راح آخذه من هذه الليجن. فإذا هنا ايش راح يكون؟ راح يكون عندنا الدايجنوسيس راح يكون هو بالمايكروسكوب، وهذه هنا راح تكون دائما يسموها دارك فيلد مايكروسكوبي. يعني هنا نشوف لازم ناخذ من هذه السامبل 3 كونسيكيوتيف سبيسيمن، يعني 3 مرات أو 3 سامبلات ناخذها متعاقبة. يعني أول مرة ناخذه، وبعدها حتى لو نشوف المرة الثانية والمرة الثالثة، يلا إحنا نقول نيجاتيف. يعني مو إذا نشوف الأعراض وهي واضحة للعيان بالنسبة للطبيب، فإذا إحنا بناخذ هذا السامبل مو أول ما نشوف نيجاتيف فإذا نكتب عليه نيجاتيف، لا، بعد مثلا يومين، بعد يومين الأخرى يلا نشوف بأنه هو لازم إلا السبيسيمن يعرف بأنه نتأكد 3 مرات متعاقبة نشوفها هو، يلا نكتب نيجاتيف. الكالتشر احنا قلنا الكالتشر ما نقدر نزرعها لهذا البكتيريا، لكن عندنا سترين. طبعا هي سترين هنا عدة سترين اللي هو أكوريتر سترين ممكن تكون كلتشرابل، لكن النيكول سترين ممكن نخليها بالأدلت رابط تيستس ونشوفها سيريال باساج، يلا مثلا نقدر نشوفها بالكلتشر. يعني هنا الكلتشر ما نقدر نزرعها بالأوردينري ميديا، تشوفون النيكول سترينز ممكن يحافظون عليها خلايا الرابت تيستس، ونشوفها ممكن هذه نزرعها. أهم شيء بالنسبة للتريبونيمال أو السفلس هو بأنه نشوف التشخيص هو سيرولوجي. يعني هنا راح نشوف السيرم من هذا الشخص ونشوف سكرينينج فور انفكشن. فإذا السفلس is diagnosed serologically using non-specific screening test. يعني
أني بما أنه هذا الأنتيجين صعب أو هذه البكتيريا أني صعب أحصل عليها وصعب أيضا أزرعها، فإذا بالتالي هو الأنتيجين أيضا اللي أني أخذه من هذه البكتيريا صعب بأنه أني أحصله. فإذا السفلس أني أبحث عن الأنتيبايوتيك داخل الجسم، يكون هذا الأنتيبايوتيك يقول نان سبيسيفيك. يعني شنو نان سبيسيفيك سكرينينج؟ يعني هو مو سبيسيفيك خاص لمن للتريبونيما، وإنما هو لل للدمج اللي ده سببه هذه التريبونيما، وخاصة يسموها كارديو لبين. فإذا الديتكشن وين راح يكون الديتكشن؟ لنون سبيسيفيك انتيبوديز. اوكي، فإذا عندنا تو تيست، اللي هو نون سبيسيفيك سكرينينج تيست اللي هو رابيد بلازما ريأجين، وعندنا الآخر اللي يسموه فينيريال ديزيز ريسيرش لابوراتوري تيست. الار بي ار والفي دي ار ال هم نون سبيسيفيك. يعني شو النون سبيسيفيك؟ يعني نون تريبونيمال، يعني معناها الانتيجين اللي دا استخدمه ما دا استخدم انتيجين تابع للتريبونيما، وانما الانتيجين انا اللي دا استخدمه هي عبارة عن destruction مالت الخلايا، اللي هو شنو destruction؟ دي يستخدمون الكارديولبين. الكارديولبين هو يستخدم من التحلل مالت العضلات، طبعا هذا هنا دي ياخذوه من الهارت مالت الاوكس، ولذلك هنا راح ياخذوه كانتيجين. فاذا الجسم من ده تتحلل عند الخلايا او الالياف او الاشياء اللي مثلا بالاورجنز، راح الجسم راح يحرر انتيبودي ضدها. فاذا اذا كان هو عنده تحلل بالكارديولبين معناها ايش راح يكون؟ هو بوزيتيف. هذه هنا يسموها نون سبيسيفيك كونفيرماتوري تيست، يعني هذه مو اكيده لكن ممكن تنطيني بأنه تصور أو هذا الشخص هو مصاب بالسفلس اللي هو Rapid Plasma Reagent وعدنا ال VDRL. طبعا هذه يسموها Non-Specific. عدنا بعدها إذا طلع Positive هذا الشخص، فإذا أنا إيش راح أسوي له؟ راح أجي أقول أني أخذ ال Specific Confirmatory Test اللي هو ال FTA، وعندنا ال تريبونيما باليدام هيموجلوتينين تيست اللي هو TPHA. طبعا احنا قلنا فاذا اول واحد اول اثنين اللي هي نون سبيسيفيك تريبونيمال او يسموها نون تريبونيمال تيست، اللي هي شنو راح تكون؟ هي سكرينينج. يعني شنو سكرينينج؟ يعني معناها هي مسح عندي مجموعة من الناس أريد أشوف مسح وأتأكد بأنه هذول ممكن مصابين لو لا. فإذا أنا سويت المسح طلع مثلا عندي مجموعة ثلاثة أربعة هم راح يكونون هم بوزيتيف بالـ VDRL أو الـ RPR. فإذا أنا هذه حتى أنا أكد الإصابة بالكونفرماتوري تيست اللي هو الفلورسنت تريبونيمال انتيبوديز اللي اف تي اي، وعندنا التي بي اتش اي تيست. فاذا ذا سكرينينج تيست ديتكت ري ايجين، لا تلاحظون ري ايجين انتيبودي، هذا الري ايجين يعني معناها ذكرت لكم هو كارديولبين انتيجين. كارديولبين انتيجين يعني معناها الانتيجين اللي تحرر وين؟ ب من عضلات مثلا القلب اللي دا يستخدموها هذا الانتيجين، والرياجين انتيبودي اللي هو راح يكون اللي يتفاعل ويا الكارديولبين اللي هو راح يكون بداخل الجسم. The specific test detect treponemal antibody using treponemal antigen. فإذا احنا ايش قلنا؟ قلنا non-specific detection المن
للتريبون النانو تريبونيمال انتي بودي اللي هو يسموها رياجين. ليش؟ لانه الانتيجين المستخدم هو الكارديو لبين انتيجين، والثاني اللي هو سبيسيفيك هو ديتكت المن للتريبونيمال انتي بودي، يعني الجسم هو مكون انتي بودي ضد التريبونيما. فاذا الانتيجين اللي انا دا استخدمه بالتست هو التريبونيمال انتيجين. فاذا the routine serological tests are therefore divided into non-treponemal and treponemal test. اوكي، هذه طلاب اللي ما فاهمها يقول لي لان مهمه جدا، زين، واللي يحتاج افهم هي خلي يجيني انا ما عندي مشكله وياه. دكتوره، نعم الاختصارات مال التستات هسه الفي دي ار شنو؟ ال VDRL يعني Venereal Disease Research Laboratory. اوكي نعم، زين، وال FTA هسه راح هي راح تجي هسه، ما اكون هذه المحاضرة راح تشوفوها موجودة الاختصارات. اوكي، يعني هي فلوريسنت انتي بودي تيست. اوكي، فاذا هسه عندنا مثل ما ذكرنا نان تريبونيمال تيست. شنو معنى نان تريبون؟ انا شرحت لكم اياه شنو هو نان سبيسيفيك تيست. ليش نان سبيسيفيك تيست؟ These tests detect reagin antibody. يعني بداخل الجسم اكو يسموه reagin. اللي reagin هو مو سبيسيفيك لمن؟ للتريبونيما. لا، هو سبيسيفيك لمن؟ الدستركشن اللي موجود بداخل الجسم للأعضاء، للألياف، للخلايا. فإذا هنا هو نان سبيسيفيك انتي بودي، هو ممكن خاص لمن؟ للتريبوني ذات بريزنت انسفلتك سيرم. يعني الشخص المصاب بالسفلس ناخذ من عنده السيرم، عنده انتي بوديز، لكن هذه الانتي بوديز طبعا اعتيادي هي موجودة عنده انتي بوديز للتريبونيما، لكن انا بهذا التيست دا اشوف عنده انتي بوديز المن لل الدستركشن اللي موجود بالخلايا، وهذا يسموه رياجين انتي بودي. It appears in patient serum in 10 to 14 days after exposure. تلاحظون يعني بعد هنا التعرض لهذه البكتيريا اللي احنا ذكرناها تقريبا وين؟ بالبرايمري. The antigen is cardiolipin antigen، يعني معناها ان الانتيجين اللي دا استخدمه بالتست هو يسموه كارديولبين، which contain شنو هذا الكارديولبين؟ هو alcoholic extract of ox heart muscle، يعني معناها مسوين استخلاص كحولي لعضلات القلب للثور، سووا لها destruction اول مره، سووا العضلات وبعدين سووا لها extraction وبعدين ضافوها ويا مواد اخرى اللي هي الكوليسترول واللسيثين. طبعا هنا هذا كونوا بالانتيجين، ذكرنا يا انتيجين اللي هو الكارديو لبين. طبعا هذا ليش؟ لانه هذا تحرر من خلايا القلب وهنا صار هو انتيجين. نفس الفكره موجوده بداخل جسم الشخص المصاب، كانه هو بداخل جسمه ايضا هو حرر كارديولبين. فاذا ايش راح يصير؟ راح يكون الجسم ضده انتي بودي. هنا اني من اعرض هذا من اخذ سيرم معناها موجود عنده انتي بودي وعنده عندي بالتست هو الكارديولبين. فاذا كان هو يتفاعل وياه وصار وياه اجلوتينيشن، زين، معناها هذا الشخص هو بوزيتيف، ممكن نقول بوزيتيف مبدئيا بانه هو مصاب بالسفلس. بعدها احنا نسوي الكونفيرماتوري تيست التاكيديه اللي هي قلنا التي بي اتش اي والاف تي اي. اوكي، فاذا هذا التيست هو شنو؟ سكرين فور اكتيف سفلس، يعني السفلس الفعال اللي دا يسوي ديستركشن. اوكي، وهنا از تيست اوف كور، يعني هنا ممكن
أنا أشوفه إذا الشخص هو دا يتشافه، يعني هو ممكن بأنه ما عنده، صار انتهت الدستركشن، فإذا أنا أقدر أشوفه. وأيضا as an aid in diagnosing congenital syphilis، وأيضا ممكن أقدر أني أشوفه بالسيفلس اللي هو ينقل من السيفلس الولادي. أوكي، فإذا نحن هذا ال TBHA وعندنا ال RPR، اثنيناتهم وين يستخدمون؟ يستخدمون للأكتيف سيفلس أثناء المعالجة، مثلا بأنه هذا الشخص أيضا شفى ونشوف انتهت عنده، وأيضا نشوفه بالكونجنيتال سيفلس. أوكي، فإذا شنو هسه عندنا ال نوني تريبونيمال تيست؟ هو عنده كنا رابيد بلازما ري ايجين، هذا هو الاختصار مالته ار بي ار، وعندنا فينيريال ديزيز ريفرنس لابراتوري تيست، او هنا ممكن يكون عندنا الريسيرش تقدر تقول تيست. هذه هسه اغير لكم اياها، بس هي نفس الفكره، ريفرنس او ريسيرش هي نفس الفكره بالنسبه للفي دي ار ال. طبعا شنو هذا الفي دي ار ال؟ او عندنا الرابيد بلازما ري ايجين. هو هنا الرابيد بلازما هو ان هيت السيرم ري ايجين، زين العفو، هذا الاخر ممكن نستخدمه، لكن هذا قليلا ما موجود. الاكثر هسه بالوقت الحاضر اللي دا يستخدم هو الار بي ار، كان يستخدم اكثر شيء هو الفي دي ار ال، لكن الار بي ار هو تحوير للفي دي ار ال، تحوير للفي دي ار ال. ليش؟ لانه بالفي دي ار ال ممكن بانه ما نقدر نشوف الانتيجين، طبعا اثنيناتهم هو يكون المفروض نشوفه اندر مايكروسكوب. الاندر مايكروسكوب هنا نقدر نلاحظ بالفي دي ار ال، نشوف بس فقط بانه التذبذب، ويكون هو يسموه فلكتويشن، ويكون هو مثل البارتيكلز، نشوفها مثل الضبابيه اللي موجوده تحت الميكروسكوب، يلا اقدر اشوفها. فاذا هنا حوروا الفي دي ار ال الى فشي ممكن تشوفه بالعين المجرده بالنكت اي، فاذا ضافوا للانتيجين اللي هو الكارديوليبين، ضافوا له بارتيكلز اوف شاركول، يعني مثل ذرات الفحم، حتى شنو تقدر نشوفها بالعين المجردة، ما نحتاج بعد الميكروسكوب حتى نشوفها التفاعل تحت الميكروسكوب. الرابيد بلازما ري ايجنت تيست ذكرنا از بريفورمد اون ا كارد، يعني على الكارد، و and the antigen is coated with charcoal، مثل ما شرحت لكم. شلون يسووها؟ ناخذ 50 مايكروليتر من البلازما او السيرم او البلاد، بس هو على الاكثر هو ياخذون البلازما والسيرم، ونضيف لها قطره من الانتيجين. It mixed on the test card، يعني هنا على هذه الكرتونه اللي دا نشوفها اللي هي مخصصه لها، وهنا يكون shaken at 100 راوند بير مينت لمدة 8 دقائق. راح نشوف الاجلوتينيشن از فيزيبل تو ذا نيكت اي، يعني بالعين المجرد. هذا بالنسبة للرابيد بلازما ري ايجين. بالنسبة للفي دي ار ال هو طبعا هنا بريفورمد اون بيرسبكس سلايد، نشوفه تحت الميكروسكوب. الانتيجين ما راح يكون هو كوتد، ولذلك هنا راح يشوفون يسوون السيرم انكتيفيشن ولمده تقريبا 30 دقيقه على درجه حراره 56 درجه مئويه. ليش؟ لانه هنا اذا نون سبيسيفيك انتي بوديز حتى يضبطها. وهنا it is recommended for use with cerebral spinal fluid بالنيوروسيفلس، يعني هنا اذا كان عند الشخص هو نيوروسيفلس، يعني وصله للدماغ، فاذا اني اقدر اخذ السيربرال سباينال فلويد. الفولس نيجاتيف، يعني شنو فولس نيجاتيف؟ يعني شخص مثلا انا جيت سويت له تيست وطلع هو بوزيتيف، لكن هو ما بيسفلس،
فإذا شو يسموه؟ يسموه false positive، يعني هنا موجب كاذب. ليش يصير هذا الفولس بوزيتيف؟ الفولس بوزيتيف نتيجة التكنيكال ايرور، يعني مثلا أثناء الشغل أنا خطأت، أو نتيجة الكورس كروس رياكشن وذ أذر تريبونيمال سبيشيز. إحنا إيش قلنا؟ قلنا ممكن هذا الشخص مصاب بتريبونيما لكن غير أنواع، اللي هي مثلا الياوز أو البنتا، اللي هو مثلا تكون هذه أيضا تريبونيما لكن ما تسبب السفلس وإنما تسبب أمراض جلدية. فإذا كان مصاب بهذه الأمراض ممكن يطلع إنه هو بوزيتيف. البيولوجيكال فولس بوزيتيف ليش قلنا؟ لأنه عفوا النون بيولوجيكال فولس بوزيتيف ذكرنا هذه الأنواع. البيولوجيكال هو not due to technical error but result of certain infection، زين، اللي هي مثلا عندنا certain infection ممكن مثلا أمراض أخرى اللي هي مثلا سببها الفيروسات، مثل المامس، مثل الملاريا. الملاريا هو سببها باراسايت، المامس سببها عندنا النكاف هو سببها فيروس، الهيباتايتس هذه يسموها انفكشيوس. والنون انفكشيوس مثلا عندنا الأمراض اللي هي الأوتو اميون ديزيز، مثلا هو الراموتايد ارثرايتس. فإذا ممكن، ليش احنا هنا قلنا هي نون سبيسيفيك؟ فإذا ممكن تتعارض ويا أمراض أخرى وهو الشخص تطلع له بوزيتيف لكن هو ما مصاب بالسفلس. فإذا احنا هنا هذه الأسباب بالفولس بوزيتيف بالنسبة للبي دي ار ال والرابيد بلازما ريأجين، هي يا إما يكون تكنيكال ايرور أو راح يكون كروس ريأكشن وذ أذر تريبونيمال سبيشيز، يعني هو مصاب بتريبونيما لكن غير أنواع، أو راح يكون البيولوجيكال فولس بوزيتيف اللي ذكرنا يا إما مصاب بأمراض فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية مثلا غير أنواع، وممكن تسوي كروس رياكشن أو مثلا أمراض اللي هي أوتو أميون. بتلاحظون ليش؟ لأنه إحنا هنا هذه الأمراض هي السبب ديستركشن لأعضاء الجسم، فإذا بتحرر عندنا الأنتيبودي ضد مثلا الدستركشن بالنسبه للخلايا اللي هو الكارجوليبين. فاذا ايش راح تطلع لنا؟ راح تطلع لنا بوزيتيف، لانه احنا هذا الشخص هو انتي بوديز واني مخده انتيجين للكارجوليبين، فاذا راح تطلع لي بوزيتيف، وهذا البوزيتيف يسموه فولس بوزيتيف. التريبونيمال تيست مثل ما ذكرنا هي سبيسيفيك تيست. السبيسيفيك تيست هو التيست الديتكشن اوف انتي بودي اجينست، يعني شنو؟ against تريبونيما باليدام سب سبيشيز باليدام، واللي ذكرناها اللي مع مثلا عندنا انواع اللي هي مثلا تريبونيما باليدام امبوبيلايزيشن او تي بي اي، وعندنا تريبونيما انتي بودي سوربنت تيست، هذه اللي راح تكون مثلا ايضا تكون هي سبيسيفيك، وعندنا الاخر اللي هو تريبونيما باليدام هيموجلوتينين اللي هو تي بي اتش اي. طبعا هذين كلها هي تكون سبيسيفيك، وطبعا هنا معناها بين، طبعا هذه الشرح مالتها تاخذون بس الفكره اللي هي ليش سبيسيفيك، لانه اني السيرم اللي موجود اللي دا اخذه هو سبيسيفيك المن بي انتي بودي سبيسيفيك للبكتيريا اللي هي التريبونيما باليدام انتيجينز. فاذا اني هنا بهذول التستات ماخذه انتيجين، يا هو الانتيجين هو نفسه انتيجين للبكتيريا، والبكتيريا اللي دا تستخدم او سترين، طبعا عندنا لانه صعب احنا نسوي لها كلتشر، عندنا سترين ممكن يحافظون عليها ويسووا لها سب كلتشر، ذكرنا بالرابيد تيستس اللي هو نيكول سترين. فاذا هنا هذه النيكول سترين راح يستخدموها وكانتيجين، وناخذ الانتيبوديز من الجسم، من جسم الشخص او يسموه السيرم بيشنت، ونشوف التفاعل وياه. هذه بس العفو
التيستات هنا هي هذه بالنسبة لنا هي المهمة. أوكي، فإذا إحنا عدنا قلنا هذا أول واحد، زين، اللي هو عدنا التريبونيما باليدم immobilization تيست، عدنا الفلوريسنت تريبونيمال انتيبودي سوربنت تيست، أو تقدرون تكونون FTA فقط اللي هو الفلوريسنت تريبونيمال انتيبودي. ليش يستخدمون عندنا هي الفلوريسنت تيست، وهنا تحت الميكروسكوب فلوريسنت مايكروسكوب ونشوفه لهذه. طبعا هي كل وحده لها مساوئها ولها يعني مثلا تكون المحاسن مالتها. مثلا احنا هنا بكل الاحوال ممكن بانه هي تكون سبيسيفيك وتكون بانه يعني تكون التحقق من الدايجنوسيس يكون اكيد، لكن في بعض الاحيان مثلا هي اكسبنسيف، يعني مثلا هي غاليه جدا، فاذا هنا هي صعب بانه ممكن الشخص يستخدمها. لذلك اكثر الاحيان هم اللي يستخدمون هو قلنا الار بي ار، وعندنا الفي دي ار ال، خاصة مثلا يستعانون بها إذا هو الطبيب متأكد بأنه هذا الشخص هو من الأعراض مالته هو مصاب بالسفلس. عندنا الآخر ذكرنا هو التي بي اتش اي. التي بي اتش اي اسمحوا لي، التي بي اتش اي هو طبعا هنا هو نفس الحساسيه بالنسبه للاف تي اي سنسيتيفيتي، ويستخدمون الانتيجين ذكرنا هو النيكول سترين، لكن هذا النيكول سترين بيش يستخدموها؟ يكونوا يضيفون وياها الار بي سي. طبعا هذه الار بي سي يذبغوها يسموها تاند ار بي سي، يعني طبعا هذه الار بي سي منين ياخذوها؟ ياخذوها من التركي، من التشيكن او من الشيب، و هذه يسموها sensitized cells، يضيفون هنا كأنه يلصقون عليها النيكول سترين، وطبعا هنا يستخدموها كبوزيتيف لأن هذه يسموها كنترول بوزيتيف، وهذه هنا بالنسبة للنون sensitized يكون هي كنترول نيجاتيف. طبعا هنا راح يخلون وياها بما انه الشخص راح ناخذ من عنده الانتي بوديز، فهذا الانتي بوديز يكون سبيسيفيك لازم للتريبونيما اذا هو كان مصاب راح يتفاعل وياه. بما انه تفاعل وياه عندنا الخلايا اللي هي الار بي سي، فايش راح يصير بيها؟ راح يصير هي ماجلوتينيشن. هي هذه الفكره بالتست. اذا كان لا معناها هنا ماكو اجلوتينيشن بالنسبه لخلايا الار بي سي، معناها ما راح يكون هو الشخص مصاب. طبعا هنا الاف تي اي والتي بي اتش اي ممكن يكونون هم بوزيتيف المن بوزيتيف للتريبونيما، اللي هي مثلا عندنا الانواع الاخرى للتريبونيما اللي هي تريبونيما بيرتينو والتريبونيما كتارا. كتارا هذه بالنسبة للسيرولوجيكال طلاب، هاي كلها كانت هي سيرولوجيكال تيست. ذكرنا هي السبيسيفيك نون سبيسيفيك، انواع التيستات كلها كانت هي سيرولوجي، وقلنا الاعتماد كله على بالدايجنوسز هو على السيرولوجي بالنسبة للسفلس. بالوقت الحاضر بدأوا يستخدمون دي ان اي بروبس، يعني مجسات الدي ان اي، اللي هو شنو ذكرنا هو البي سي ار، هو نيو دايجنوستيك تولز that are highly specific and sensitive، يعني كلش يكون هو specifically هذا، ويكون ايضا حساس، يعني مهما كان قله الاصابه هو يتحسس لها ويطلعها هي positive. ليش؟ لانه هو يدور على الجينات وعلى الدي ان اي بالنسبه لهذه البكتيريا ويضاعفها. فاذا now there are very now they are very expensive and are not used routinely، يعني هنا هو موجودة لكن هي جدا غالية وما تستخدم بشكل روتيني بالمختبرات. اللي دا يعتمدوا هو على السيرولوجي. اوكي طلاب،
هذه كلها كانت على التريبونيما طلاب. الجينوس الآخر اللي هو عندنا الليبتوسبايرا. الليبتوسبايرا عندنا ليبتوسبايرا إكترو هيموراجيا، طبعا هذه تسبب مرض اللي يسموه أريثميا كرونا كرونيكم ميغرانز، هذه ما تحفظوه صعب عليكم. عندنا مرض آخر تسببه هي ويلز ديزيز يسموه ريبتوسبايروسيس، طبعا الليبتوسبايرا أو الليبتوسبايروسيس هو مرض يكون زونوتيك. يعني شنو زونوتيك؟ يعني تنقل من الحيوان للإنسان. عندنا منين ده ينقل؟ from urine of rats، إذا كان تلوث بالمياه أو الفود ب urine of rat ممكن هذا الشخص ينصاب بالليبتوسبايروسيس. ليبتوسبايرا are tightly coiled، يعني قلنا هي من ضمن السبايروكيتس، thin spirochetes measure about 0.1 multiply 6 to 12 micrometer. They are not easily stained. ذكرنا هنا صعب انت تصبغها بالصبغات، لكن ممكن بانه احنا نشوفها by background microscopy. Optimum temperature لها هي 28 ل 32 درجة مئوية. الليبتوسبايرا قلنا two species، اللي هي قلنا عندنا الليبتوسبايرا انترو جانز، وهذه طبعا هي pathogenic خاصة بأنه قلنا الليبتوسبايرا اكترو هيموراجيك، هي راح تكون بالنسبة للرات هي تكون ريزرفوار. وعندنا الأخرى الثانية هي باي فليكسا، بتكون هي سابروفيتك مينلي فاوند ان سيرفيس ووتر. هذا الشكل بالنسبة للليبتوسبايرا اندر الكترون مايكروسكوب. شوف الشكل مالتها كأنه لولب، ونهايتها تكون تيبرد. عندنا الليبتوسبايرا وين بريزنت ان سيفرال انيمالز، اللي يكون هم الريزرفوار مالتهم. طبعا الريزرفوار اكثر شيء موجوده هم عندنا الراتس، وعندنا ليبتوسبايرا كانيكولا موجوده بالنسبه للدوغز، والبومونا هي موجوده بالبيكس. بس احنا اهم شيء تعرفون بانه الريزرفوار اللي موجوده بالليبتوسبايروسيس جايه من الراتس. اللابراتوري كاركترستيك طبعا هي شوفوا الستين، ستين وين؟ بالجمزه والسيلفر. امبريجنيشن يعني هنا غطسها، فاذا ايش راح اشوف؟ اشوف هوكت اند، وهنا اشوف الهوكت اند بيها مثل الامبريلا، مثل كانه النهايات مالتها كانه هذا البكتيريا شكلها شكل المظله النهايه مالتها. الكالتشر ميديا زين، هنا تشوفون قلنا التريبونيما ما نقدر عندنا نزرعها، لكن هنا هذه الليبتوسبايرا ممكن الزرع مالتها بالسيمي سوليد ميديا والليكويد ميديا اللي يكون بيها انريتشد وذ رابت سيرم. يعني هنا يضيفوا لها الريتشمنت ماتيريالز اللي هو الرابت سيرم، فيسموه هنا الميديوم، يسموه عندنا فليتشرز ميديوم. الباثوجينيسيتي اهم شيء هو المرض اللي سببه يا طلاب هو الويلز ديزيز او يسموه ليبتوسبايروسيس. يعني انت لو تحفظ لي هسه تعوف كلها وتقول لي ليبتوسباير المرض اللي سببه هو ويلز ديزيز او ليبتوسبايروسيس، وتعطيني الشكل والصبغه وتنطيني الميديوم بالنسبه لهذه البكتيريا. الويلز ديزيز شلون دي يصير الويلز ديزيز؟ Leptospira in water contaminated by urine of rats. يعني هنا المصدر هو عن طريق أو انتقال المرض عن طريق المي الملوث باليورين of rats. زين، فإذا هذه هنا راح تدخل body through cuts or abrasion of the skin or through
intact mucosa of mouth, nose or conjunctiva. فإذا وين دا تدخل؟ دا تدخل في الخدوش اللي موجودة وين؟ بالسكن، سواء كانت أو الميوكوزا موجودة بالماوث، بالنوز، بالكونجكتايفا، كلها ممكن تدخل إلى الجسم. incubation period تقريباً 10 days. أول شيء راح تبدي هي mild fever، بعدها ممكن تتحول إلى severe or fatal illness. ليش يصير fatal illness؟ لأن تروح إلى الليفر والكدني وتسوي عندنا هيباتو رينال دامج. المرض اللي راح يكون به الأعراض هو فيفر، ريجرز، هيديك، فوميتينج، إكترس، بيربوريك هيموراج، هذه ممكن تسببها. فإذا هنا شوفوا ليبتوسبايرا ان يورين كونتامينيتد ووتر انتر ذا بودي ثرو ميوكوس ممبرين اور سكن ابريشن، هذه أولا. السبايروكيت ذكرنا من هو السبايروكيت اللي هو ليبتوسبايرا، أنواع من أنواع السبايروكيت هي ليبتوسبايرا انفكت ذا بلاد. وإذا وين راح تكون؟ راح تدخل احنا قلنا الابريشن، يعني هي مو راح تكون بالجهاز الهضمي وإنما عن الخدوش اللي موجودة بالجلد، بالميوكوس ممبرين، بال ليش؟ لأنه راح يكون هذه بلاد سبلاي بيها، فإذا راح تنقل للدم. ليبتوسبايرا انفكت ليفر، راح يكون شوف المكانات اللي راح تكون توصل بيها، انفكت ليفر والسنترال نيرفس سيستم، الكدني اند اذر اورجانز. ان موست بيشنت ذا انفكشن بيكم لوكالايز ان ذا كدني، فاذا وين تكون اكثر شيء هي وين موجوده؟ بالكدني، ولذلك تكون سيفيرلي اور فيتالي دامجد. هذه بالنسبة للكدني، وهنا هذا الشخص المصاب وين راح يكون؟ الشيدنج يعني من يجي الخروج بالنسبة أو نشر هذا البكتيريا عن طريق اليورين، فإذا هنا راح يكون أيضا source of infection. طبعا هذه هي نفس الباثوجينيسيس، نفسه بالنسبه للليبتوسبايرا، هذا الشرح هو نفسه للدايجرام اذا انتم حتى تريدون تفهموه. فاذا الليبتوسبايروسيس هو شنو نفسه؟ هو ويلز ديزيز ان هيومن، دايركت انفيجن اند ريبليكيشن ان تشو، يعني راسا اول شيء يدخل بالتشو قلنا بواسطه الابريجن، وراح يبدي يكون هو التضاعف او التكاثر بالنسبه لهذه البكتيريا بهذه الانسجه. characterized by an acute febrile jaundice، يعني هنا اول شيء راح يكون باليرقام زين، وراح يكون immune complex glomerulonephritis. incubation period ذكرناها، بداية كأنه هو مصاب بالفلو زين، اللي هي نفس الأعراض تقريبا مشابهة للفلو. تبقى هنا الانكيوبيشن بيريد هو 10 إلى 12 يوم، فإذا هنا راح تبدي after incubation راح تبدي نشوف الإصابة، راح تبدي مثلا بالكدني وتوصل بالنسبة للشد من الكدني، فإذا يسموها ليبتو سبايرويوريا، يعني هنا معناها ليبتوسبايرا راح تكون باليوريا. وطبعا هذا الشخص يكون ممكن يتعرض للإصابة، راح يكون هو رينال فيلر، وهنا زين ممكن تؤدي إلى الديث. هذا الديث يكون uncommon. الهيباتيك انجري ممكن هنا يكون يتعرض للإصابة بأنه يكون عندنا ضرر بالليفر أو meningeal irritation، هذه تكون هي common بالنسبة للإصابة بالليبتوسبايروسيس أو ويلز ديزيز. هذا نفسه طلاب نفس السلايد، بس حتى تفهمون شلون تكون هي للباثوجينيسيس اللي هو الليبتوسبايرا، راح يكون penetration يروح وين؟ للسكن والميوكوس ممبرين، توصل وين؟ للبلاد ستريم. هذا pathogenesis يعني مسار المرض من دخلة البكتيريا للجسم إلى أن تخرج، والأشياء اللي هي تسببها داخل الجسم. فإذا هنا وين راح تكون بالبلاد ستريم؟ راح تكون localized، يعني تكون متموضعة وين؟ بالأورجنز، يا أورجنز يا إما راح تكون باللونج أو بالليفر أو بالكدني أو بالبرين.
فإذا هذه الأمراض اللي تسببها ذكرناها إذا كانت باللانج تسبب هيموراجيك نيومينايتس وتؤدي إلى وجود عندنا البولموناري هيموراج. إذا بالليفر تسبب الجوندس اليرقان ويسموها إكترو هيموراج. وإذا الكدني راح تكون انترستيشيال نفرايتس فتسبب إلى تؤدي إلى وجود الرينال فيلر. إذا كان للمننجيز فإذا هنا راح تكون هو المننجيو انسفلوباثي زين انسفلايتس. في بعض الأحيان راح تنقل أيضا من هذا الأورجنز وين تنقل لليوتراس للرحم بالنسبة للبريجننت أنيمال وتؤدي إلى الأبورشن. هاي طبعا هنا بالنسبة لهذه الحيوانات، ولكن هنا ممكن توصل هاي نفس الشيء بالنسبة للإنسان. هاي الكلينيكال سيندرومز طلاب ما مطالبين بيها زين ممكن تشوفوها. هسه امسح لكم اياها السلايد. الابيديميولوجي بالنسبه للليبتوسبايرا مينلي ازونوتيك ديزيز مثل ما ذكرت لكم، ترانسميتد تو هيومن فروم ا فيرايتي اوف وولد اند دوميستيك انيمال هوست زين من الحيوانات. الكومن ريزرفوار بالنسبه لليو اس اي هو الراتس الدوجز الفارم انيمالز اند وايلد انيمال. هذه اللي مثلا ذاكريها. الترانسميتد ثرو بريكس ان سكن اند انتاكت ميوكس ممبرين هذه شرحناها. ان دايركت كونتاكت شلون بيصير ان دايركت؟ هاي دايركت كانت. الان دايركت كونتاكت يعني مثلا اذا كانت موجوده بالسويل بالووتر بالفيد فاذا هنا تكون ويذ انفكتد يورين راح تكون تنقل من هذا الحيوان الى الانسان. ليش؟ لانه اصلا بداخل الجسم مالته قلنا هو ليبتوسبايرويوريا. الاوكيوبيشنال ديزيز اوف انيمال هاندلر يعني معناها للاشخاص اللي يشتغلون او يتعاملون بعملهم ويا الحيوانات حمل الحيوانات ممكن يصابون بالليبتوسبايرا، ولذلك يسموه اوكيوبيشنال ديزيز. يعني معناها الليبتوسبايرا هو زونوتيك ديزيز وهو ايضا شنو؟ هو occupational disease. اوكي. Laboratory diagnosis هنا راح نكون هو البلاد اور بلاد كلتشر خاصة بالاسبوع الاول من الانفكشن، واليورين راح ناخذه وين؟ لان احنا ذكرنا اول شيء يكون بالبلاد وراح يكون عنده فيبر، ولذلك ليش؟ لانه راح ينقل من الابريجن يعني بالسكن بالجرح اللي موجود بالميوكوس ممبرين اللي بيها مثلا خدوش. فاذا ايش راح يكون؟ راح ينقل للبلاد. فاذا اول اسبوع هي راح نقدر ناخذ البلاد كلتشر. بالاسبوع الثاني والثالث هنا وين النقل؟ نقل للكدني وصار مثلا يكون اكسكريتد وذ يورين، فاذا ناخذ هو اليورين. الميكروسكوبيكال دايجنوسيس او اكزامينيشن هو راح يكون هنا not useful. ليش؟ لأنه أنت بالستين صعب زين. فإذا هنا لازم شو أشوف؟ أشوف فقط عندنا البكتيريا بالويت بريبريشن، يعني فقط أنت أنا السيرة وأحطها تحت الميكروسكوب أو البلاد أو اليورين وأشوفه، ويسموه دارك جراوند مايكروسكوب. يعني حتى هنا تكون الإضاءة أو الخلفية تكون سودة، فإذا أنا أشوف التحرك بالنسبة لهذا. ليش؟ لأنه حركتها هي مميزة. البلاد شو راح أسوي؟ drop of blood on a clean microscope slide وأضيف لها هي cover slip، وهنا أنا أشوف أضيف لها أيضا distal water وأشوفها تحت الميكروسكوب. باليورين اسوي له سنترفيوج لليورين، وهنا بعدها اضيفه تحت هنا اشوفه اندر دارك جراوند مايكروسكوب. الكلتشر قلنا هي ليكويد اند سيمي ليكويد ميديا انريتشد وذ انيمال بروتين خاصه من قلنا السيرم. ليش؟ لانه حتى نقدر نعزل البكتيريا اللي هو الليبتوسبايرا. طبعا عندنا الميديا اللي هي specific ان للليبتوسبايرا هي يسموها ستيوارت اور كارثوف ميديا. طبعا هذه تحتوي على البفر سولت وبها الرابد سيرم حتى تكون انريتشمنت للبكتيريا،
وطبعا هذه inoculate the media and incubated aerobically at 30 سنتيغريد. هنا أنا طبعا هذه الميديا أنا أضيفها، وهنا أنا أزرع من الكالتشر اللي أخذتها. السيرولوجي، زين السيرولوجي مثل ما قلنا بالنسبة للتريبونيما بالنسبة للسفلس هو valuable، يعني هو ذو قيمة أكثر من الزرع، لأنه إحنا الزرع هو اللي قلنا هنا ديتشا بالنسبة للليبتوسباير، العفو بالنسبة للتريبونيما صعبة الزرع. هنا الزرع لازم تكون specific enrichment media. طبعا هنا يعتمدون أيضا على السيرولوجي، نشوف الانتيبودي بهنا أثناء التكون بالنسبة لداخل جسم المريض، وخاصة هنا نشوفه بالفيرست ويك اوف انفكشن. فإذا هنا تو تايب اوف سيرولوجيكال تيست اللي هو ان اللي هو موجودة تكون افيلبل. شاني شالت لكم السلايد مالت التيست، يعني حتى فقط حتى نختصر. بعدين وراها ممكن نسوي انتيبايوتيك سنسيفيتي وتريتمنت. اهم شيء انتيبوديز اللي موجوده هو البنسلين اي في والتتراسايكلين. هذه بالنسبه للليبتوسبايرا. عندنا البوريليا. البوريليا هي ارثروبود بورن سبايروكيت، يعني معناها اللي تنقل عن طريق الحشرات. المرض اللي يسببه هو بوريليوسز transmitted by erythropod vector، والمرض الآخر اللي عندنا هو relapsing fever، والآخر هو Lyme disease. طلاب صعب عليكم تقرون تحفظون السبيشيز وعدتوا الوقت يعني ما يناسبكم أو ما يكفيكم، فالمهم أهم شيء تحفظوا لي هي فقط البوريليا والأمراض اللي هي تسببها. شوفوا عندنا البوريليا الابيديميولوجي اوف بوريليا انفكشن. البوريليا ريكرنس تسبب مرض اللي هو ريلابسنج فيفر واللي يسموه ابيديميك. طبعا هذا الريزرفوار مالته هو يعني هو الشخص اللي حامل للمرض او الناقل للمرض هو الهيومن. منين تجي هذه البوريليا ريكرنس او الريلابسنج فيفر؟ هذه عن طريق الحشرات اللي هي بودي لاوس. زين البوريليا اللخه الثانيه اللي هي سبيشيز، عندنا انواع كبيره بالنسبه للبوريليا. ايضا ريلابسنج فيفر تنقل عن طريق الرودنت، والعفو الريزرفوار مالته هو الرودنت والسوفت شيلد تيكس. هذه هنا حشرات اللي هي الفيكتور، الشخص العفو الناقل بالنسبه للمرض هو عندنا السوفت شيلد تيكس اللي هو القراد. عندنا الأخرى اللي هو البوريليا بيركود روفري، هذه اللايم ديزيز، وطبعا هنا أيضا هو القراد اللي نوع اللي يسموه إكسودس سبيشيز. الريلابسينج فيفر ذكرنا اللي هي تنقل من الرودنت اللي هو برايمري هوست، وأيضا عندنا اللخة الثانية اللي هي ريكرنس اللي بالنسبة للهيومن الريزرفوار مالتها هو البرايمري هوست هو الهيومن. طبعا هاي هي نوعين قلنا من الريلابسنج فيفر، واحدة عن طريق مثلا الريزرفوار مالتها الرودنس اولا، والثانية هي الريزرفوار مالتها الهيومن، لكن الفرق بالفيكتور. الفيكتور هنا بالنسبة للهيومن هي اللايس يعني هو القمل، والثانية هي القراد اللي يعيش على الحيوانات وخاصة هي الرودنت. اوكي طلاب، طبعا هذه منين دا تجي الابيديميولوجي بالنسبة للرابسين فيفر؟ ليش دا تجي عندنا هذه associated with poverty, crowding and warfare، يعني معناها بأنه هذا المرض من الأحياء تكون الفقيرة المزدحمة، أو مثلا إذا يريدون بأنه هذه النقل من بلد إلى آخر، أو حاجة يسموها
يعني مثلا أشياء أمنية أو أخرى. الأريثروبود فيكتور اللي قلنا أريثروبود فيكتور اللي هو لاوس بورن بريليوسيس اللي هو إبيديميك فيفر للريلابسينج فيفر، هذه ينقل من شخص إلى شخص نتيجة شنو؟ الهيومن بودي لايس هو الفيكتور، وهذا ينقل من شخص اللي هو هيومن انفكتد هيومن ريزرفوار. هنا راح تكون هنا راح تكون باي بايت، راح يكون عندنا هو من يكون هذا الشخص مصاب باللاوس تكون يسبب عندنا انجري. فاذا ايش راح يسوي؟ بالسكراتشنج لللاوس، وبعدين وراها راح ينقل للجسم. فاذا اللايس ليف هوست ذات ديفلوب ا فيفر اند سيك نورمال تمبرتشر هوست. يعني تلاحظون بانه هي اللاوس تصيب وبعدها تنقل الى شخص اخر، ليش؟ لانه هذا الشخص هو صار بفيبر، فاذا تنقل الى اذر هوست. التيك بورن بريليوسيس هذه هنا هي سبورادك كيسز، يعني شنو سبورادك؟ يعني شيء يكون متصاعد يعني منتشر بصوره عاليه. ترانسميتد باي سوفت بودي تيكس، هذه هنا بالقراد، وتكون from small mammal reservoir. The ticks can multiply and infect a new human host. Lyme disease اللي هو قلنا البوريليا بيركودروفري، هذه transmitted by a bite اللي هو ticks، هذا نوع من التكس يسموه exodied ticks. طبعا هنا المرض هو عبارة عن رعش وأريثيميا كرونيكم ميجرن، يعني هنا راح تكون طريقة الاحمرار مثل ال فت كاركترستيك معينة بيها. الدايجنوسيس بالنسبة لها هو الكالتشر والسيرولوجيكال تيست. التريتمنت هو البنسلين والتتراسايكلين سيفالوسبورين، وفي بعض الأحيان هذه طبعا هنا بالنسبة بالليت ستيجز، بالعفو بالايرلي ستيجز، لكن بالليت ستيجز هو يكون الانتيبايوتيك ان افكتيف. طبعا هذه الشكل بالنسبة لللايم ديزيز، وهذه هي بالصورة اللي دا تشوفوها هو يسموها اريثيما كرونيكام ميجرانز، يعني كأنه حسب الحركة مالت البكتيريا وطريقة الانفلاميشن والاحمرار بالمكان اللي هو مصاب به نتيجة وجود هنا القراد، ويعني القرصة بالنسبة للقراد، وداخل التكاثر بالنسبة للبوريليا بيركودروفري. طلاب هذه المحاضرة الأولى، زين.